العلماء في هذا فريقان. فريق قالوا إن هذه الأحرف المقطعة التي افتتح بها بعض الصور، نعم، تتضمن هذه الافتتاحيات أسرارا استقل الله عز وجل بعلمها، لا يعلم أسرارها إلا الله. ويروى هذا الرأي عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، ينقلون عنه أنه قال: في كل كتاب سر، وسره في القرآن في أوائل السور. الرأي الثاني وهو الراجح وهو الذي ذهب إليه معظم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذه الأحرف المقطعة التي افتتح بها بعض الصور لها معان مرادة يتأتى للإنسان إذا دقق أن يصل إلى شغافها وأن يدرك المعنى المراد منه. ممكن طبعا هذا يحتاج إلى جهد، لكن هل هذا ممكن أم مستحيل؟ لا، هو ممكن، وهذا ما ذهب إليه جمهور الباحثين من علماء العقيدة ومن علماء التفسير ومن علماء اللغة العربية. طيب، تعالوا نسألهم ماذا تعني هذه الافتتاحيات: ألف لام ميم حا ميم عين سين قاف ألف لام ميم صاد، نعم، ماذا تعني؟ الواقع أن العلماء بحثوا في معاني هذه الافتتاحيات ووجدت مؤلفات فيها، واختلفوا في تأويلها وتفسيرها، ولكن جمهور علماء اللغة العربية وجمهور علماء التفسير ذهبوا إلى أن المراد بهذه الأحرف أو المعنى المراد بهذه الأحرف بيان أن القرآن الذي نقرأه إنما يعني تكون وتنسقت ألفاظه من هذه الأحرف التي نبني منها كلماتنا نثرها وشعرها، فهل لكم أن تستعينوا بهذه الأحرف التي هي مصدر القرآن وأساسه وسداه ولحمته لتأتوا بمثل هذا القرآن؟ لا تستطيعوا. ما الدليل على أن هذا هو المعنى المراد بهذه الأحرف المقطعة التي نجدها في فواتح بعض السور؟ قالوا: لاحظوا، دائما هذه الأحرف المقطعة التي تأتي افتتاحية لبعض السور، الكلمة التي تأتي بعدها مباشرة هي إما لفظ الكتاب أو مرادفة للكتاب بمعنى القرآن، وهي تقع موقع الخبر من الأحرف المقطعة، تقع موقع الخبر من الأحرف المقطعة. كيف يعني؟ مثلا في سورة البقرة يقول الله عز وجل: ألف لام ميم ذلك الكتاب، فكأن ألف لام ميم مبتدأ وذلك الكتاب خبر. طيب شو معناتها؟ هذه الجملة أفرزت لنا المعنى الذي ذكرته لكم. يقول لنا الله: ذلك الكتاب الذي تحيرتم في تفسيره أهو سحر أم هو كهانة أم هو أي شيء أم هو شعر أم هو نثر، بسيط، مؤلف من أحرفكم الهجائية ألف لام ميم إلى آخره، نعم، ألف لام ميم ذلك الكتاب، يعني ذلك الكتاب مبتدأ وألف لام ميم خبر مقدم، والأصل
ذلك الكتاب الذي تحيرتم وتناقشتم وتجادلتم في مضمونه نعم وحقيقته بسيط، مؤلف من ألف لام ميم جيم حاء إلى آخره. مثلا في سورة الأعراف يقول الله عز وجل: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك. في سورة يونس يقول الله سبحانه وتعالى: ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. كذلك نعم، وهكذا في سورة هود: لم تأخذك